السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل إشعار بأي فيديو جديد بينزل في القناة. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وهستنى تعليقاتكم طبعا اللي بتسعدني وبتفرحني جدا. هعمل معاكم النهاردة 3 وصفات بكيكة واحدة بس، ودي مقادير الكيكة. تقدروا ان انتوا توقفوا الفيديو وتكتبوا مقادير الكيكة في ورقة او تاخدوها سكرين علشان تقدروا ان انتوا تنفذوها بكل سهولة. وطبعا المقادير بسيطة وسهلة جدا زي ما انتوا شايفين. طيب ايه هما الثلاث حاجات اللي هنعملهم مع بعض؟ تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا انا عملت ايه بالظبط. مبدئيا كده دي الكيكة اللي احنا عملناها، خلاص كده انا فتفتها كده بايديا كده زي ما انتم شايفين. طبعا هي هشه وطريه جدا جدا جدا، وطبعا ما نعملش الخطوه ديت الا لما تكون الكيكه بتاعتنا بارده تماما علشان تبقى كويسه معاكي وانت بتفتفتيها، تعرفي تفتفتيها كويس. خلاص كده. طيب هنجيب بقى ايه هنا؟ هنجيب 3 كاسات او 3 اطباق، يعني اي حاجه زي ما انت حابه بقى ان انت تعملي فيها، يعني زي ما تحبي الموجود عندك. احنا هنعمل هنا كده طريقه الديسباسيتو، انا عملتها معاكم قبل كده طبعا، كانت برضو مقاديرها سهله جدا جدا جدا. فانتوا لو حابين مثلا انتوا تعملوا الوصفه ديت بس، هسيب لكم برضو اللينك بتاع طريقه الديسباسيتو اللي عملناها مع بعض. كنا عاملينها مع بعض ببيضه واحده وربع كوبايه لبن بس، طريقة اقتصادية وحلوة جدا وبتعمل كمية كويسة قوي. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف عشان لو حابين ان انتوا تعملوا الطريقة دي بس. خلاص انا اول حاجة هنا كده عملتها في الكاسات، حطيت شوية كده من الكريم شانتيه. طبعا كريم شانتيه عملته معاكم برضو قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف لو حابين تعرفوا يعني انا عاملاه ازاي. وعاملاه هنا يحط عليه كاكاو علشان يبقى كله بقى بالشوكولاتة، لان الكيكة بتاعتنا النهاردة اللي هنشتغل فيها كلها شوكولاتة. خلاص وبعد كده حطيت شوية من الكيكة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي مع بعض كده مفتفتينها. وبعد كده هنا حطيت برضو تاني فوق الكيكة حطيت كريم شانتيه. وبعد كده هتجيبي بقى، هاتي اي مكسرات عندك او اي صوص شوكولاتة او اي كريسبي، يعني اي حاجة عندك متوفرة عندك. انا حطيت هنا كده شكوبون زي ما انتوا شايفين، بيبقى حلو طبعا عشان يبقى كله كده شوكولاته وتبقى حاجه كده بتقرمش في بقك وانت بتاكلي الديسباسيتو بالمعلقه، فبيبقى طعمه حلو قوي. خلاص زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى الشوكوبون بتاعنا كله كده، رصيته كده، حاولت ان انا احطه في الكاسات بشكل كده ان هو يبقى واقف كده على زوايا الكاسه علشان يبقى باين من بره كمان شكله. وجبت هنا شوكولاتة هي نوعها اسمها ميكستيلا، فحطيتها كده، حطيت معلقة كده موزعاها كده بشكل عشوائي في كل كوباية. برضو ممكن تعملي صوص شوكولاتة لو عندك شوكولاتة خام، كسريها قطع صغيرة وحطي عليها لبن سخن وقلبيها كويس لحد ما تسيح كويس جدا في اللبن السخن، او ارفعيها على حمام بخار. وتقدري ان انتي برضو تزيني بيها كده في النص بالكاسات بتاعتنا، برضو هيبقى شكلها وطعمها حلو جدا جدا جدا. يعني المتوافر عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على اي حاجة خالص. بعد كده هنا حطيت برضو شوية من الكيكة كده في الاخر، وهجيب بقى هنا كده الكريم شانتيه وهبدأ كده اعمل وردات كده بسيطة صغيرة جدا اهو، شكل كده اكننا بنعمل شكل الوردة في الكاس كله. هعمل الثلاث كاسات برضو بنفس الطريقة. انا هنا سرعت الفيديو شوية علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، بس كل حاجة بتهيالي واضحة في الفيديو، سهلة جدا جدا جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها واستنى تعليقاتكم. طيب ممكن بقى هنا نزين الوش ازاي بتاع الكاس. ممكن تجيبي شوية من الكيكة شوية كده يكونوا مفتفتين خالص كده، وبعد كده تحطيهم كده على الوش على الكريم شانتيه. او تاني حاجة ممكن تعمليها ان انت تجيبي صوص شوكولاتة تكوني مسيحاه، او النوتيلا بتاعتنا ديت تحطيها كده في كيس كده وتقطعيه قطع صغنونة خالص، وتبدأ ان انت كده توزعيها على الوش، هيبقى شكلها حلو جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده الشكل النهائي. ممكن كمان تحطي شوكوبون على الوش او كريسبي اي حاجة عندك، هيبقى شكلها تحفة. التزيين ده حسب رغبتكم انتم وحسب المتوافر عندكم. شايفين بقى برضو عايزة اوريكم هنا شكلها كده في الاخر تحفة جدا. وكمان الشكوبون زي ما قلتلكم بصوا حطيته كده وهو واقف كده بشكل عشوائي على الكاسة من بره علشان يبقى شكلها كده باين، برضو مديها شكل حلو قوي.
بس كده. دي كانت اول وصفه عملتها معاكم، هي الديسباسيتو. طيب تاني وصفه هنعمل ايه مع بعض؟ هاخد كده شويه من الكيكه، قسمت طبعا الكيكه كده على 3 صنصوص، حطيت هنا كده شويه لبن حوالي 3 معالق كبار من اللبن على حسب طبعا كميه الكيكه اللي انت حطاها، بس حاولي ان انت ما تكتريش الكيكه سوري اللبن علشان ما تبقاش يعني تعرفي تتحكمي فيها، لان احنا نعملها زي عجينه. حطيت كمان عليها معلقتين من شوكولاته النوتيلا زي ما شفتم كده، وهبدا بقى كده ان انا اعجنها كده في بعضيها لحد ما تسيب الطبق خالص وتبقى عجينه كده متماسكه في ايديا ما بتلزقش خالص. عشان كده بقول لكم حطوا اللبن واحده واحده، ممكن كمان تحطي النوتيلا، بس ممكن تحطي لبن ونوتيلا يعني اي حاجه انت حباها حطيها. بصي هنا برضو انا احتجت ان انا احط شويه كيكه كده تاني وابدا ان انا كده برضو اعجنها، لاني حسيتها اللبن جه زياده شويه، فعشان كده بقول لك ما تحطيش اللبن مره واحده، حطي كده حاجات بسيطه جدا 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 علشان تظبط معاكي كويس. خلاص انا هوريها لك برضو هنا، انا مشيت معاكي خطوه بخطوه علشان تبقي تاخدي بالك من شكل العجينه في الاخر هتبقى عامله معاكي ازاي. خلاص شايفين، بصوا هي سابت ايدي، انا هنا كنت بوريكوا ايديا، بصوا سابت ايدي خالص، وهوريكوا برضو هنا لما مسكت قطعه كده في ايديا ان انا شكلها، فلقيتها بصوا ما بتمسكش في صوابعي اهو، وسهله جدا ان انا اعرف اشكلها واعملها اي شكل بقى انا عايزاه. انا هعملها كيك بوبس هنا كده، عملتها على شكل دائري كوره، وطبعا تقدري تعمليها الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزه حجم اصغر من كده الحجم ده كان مناسب جدا يعني حلو كويس، فعملتها الحجم ده زي ما انتوا شايفين كده، وهكور بقى كده الكميه كلها بنفس الطريقه ونفس الحجم دوت، وارجع لكم تاني علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. جبت هنا بقى كده شوكولاته خام وقطعتها قطع صغيره جدا كده، ممكن ان انت تبشريها او ممكن بالسكينه كده تبداي ان انت تقطعيها قطع صغيره، ورفعت كده حطيتها على حمام ميه خلاص علشان تسيح معايا وتبقى بالشكل ده، وحطيت عليها 3 معالق من الزيت علشان اقلبها كده ويبقى صوص كده لا هو خفيف ولا هو تقيل علشان اعرف احطه كده على الكور اللي احنا عملناها. خلاص اللي هو الكيك بوبس زي ما انتم شايفين كده، جبت شوكه بقى وجبت معلقه وبدات كده ان انا احط الكوره في الصوص الشوكولاته، وبعد كده اصفيها كويس جدا بالشوكه، وبعد كده انزلها بهدوء جدا بالمعلقه زي ما انتم شايفين. انا حاطه طبق وحاطه عليه كيس بلاستيك اللي هو اكياس المطبخ، ممكن تحطي عليه ورقه من ورق الزبده او ممكن تحطي كمان استريتش يعني اي حاجه عندك، انا حطيت كيس مطبخ يعني ابسط الامور اكياس المطبخ العاديه جدا على طبق، وعشان الكيس دوت علشان اقدر ان انا اطلع الكوره بكل سهوله من الكيس بعد ما تسقع طبعا والشوكولاته اللي عليها من بره دي تجمد، وهندخلها الثلاجه طبعا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. برجع اكور الكوره تاني برده علشان تبقى متماسكه لما احطها في الشوكولاته، وابدا كده احط عليها صوص الشوكولاته كده بالمعلقه، وبعد كده ارفعها من تحت كده بالراحه جدا بالشوكه علشان تبقى كلها متغلفه بالشوكولاته كويس جدا، وبكل بتفضلي تهزي كده الشوكه علشان تنزل الشوكولاته الزيادات اللي فيها عشان تتصفى معاكي كويس جدا، وبعد كده بالراحه جدا هتحطيها على الطبق زي ما شفتوا. طريقه سهله جدا للكيك بوبس، وما خدتش معانا وقت خالص خالص خالص، هتعملي 3 وصفات بكيكه واحده، حاجه في منتهى الروعه والجمال. خلاص طبعا دخلتها التلاجة لحد ما جمدت كده وسقعت، وطلعتها كده من الطبق بكل سهوله، وشلت منها الزيادات اللي تحت كده من الشوكولاته. بعد كده هنا جبت صوص شوكولاته برده حطيته في كيس كده، وطبعا يا سلام بقى لو صوص الشوكولاته دوت لونه ابيض هيبقى باين، طبعا هو هنا كده مش باين في التصوير، بس انا ايه هقرب لكم الكاميرا دلوقتي وهتشوفوا شكله من قريب عامل ازاي، بجد الطعم وشكل حكايه حلوه جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها خصوصا لما تعجنوها تعجنوا الكيكه بالنوتيلا خلاص او اي نوع شوكولاته عندك. طبعا انا قلت لك هي مش نوتيلا، هي ميكستيلا زي النوتيلا بالظبط. خلاص ده شكل كده الكيك بوكس بتاعنا، ممكن كمان تجيبي عصيان الخلل الصغيره
وتعصيها كده شوكولاتة، وبعد كده تدخليها في الكيك بوبس بتاعنا علشان تبقى متماسكة. فلازم تعصي العصاية في الأول يعني شوكولاتة علشان تجمد جوه الكيك بوبس وتبقى متماسكة فيه. خلاص دي كده آخر كمية من الكيكة بتاعتنا. هضيف عليها برضو كده شوية لبن، زي ما قلت لكم كمية اللبن ما اقدرش اقول لكم كمية معينة، بس هي بتبقى حاجات بسيطة جدا، معلقتين لبن، 3 معالق لبن، الكمية دي. دي بقى الوصفة التالتة، حطيت عليها لبن بس، ما رضيتش احط نوتيلا اهو علشان تعرفوا ان انتوا ممكن تعجنوها باللبن او تعجنوها نوتيلا بس او لبن ونوتيلا يعني المتوافر عندك، وبرضو بيبقى طعمها حلو جدا. خلاص هنعمل بقى ايه الوصفة التالتة ديت، هنعمل مع بعض السويس رول بطريقة سهلة جدا جدا جدا، ولا بقى نعمل اللي هو التاني دوت يتكسر معاكي ويعني حوارات كده. فبرضو ممكن ابقى اعمله معاكم واوريكم ليه طريقة سهلة جدا، بس دي طريقة اسهل طريقة للسويس رول، فاتمنى ان انتوا تجربوها لان هي سهلة جدا وتعمليها في وقت قصير جدا جدا، بسيطة خالص، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص ولا مجهود، وكمان زي ما انتوا شايفين لا هتتكسر معاكي ولا اي حاجة. جبت بقى هنا كده الرول بتاع الاسترتش اللي انتوا عارفينه ده كده، وحطيت الكمية بتاعت السويس رول بتاعتنا العجينة بعد ما عجنناها كويس جدا، وطبعا زي ما انتوا شايفين كده مش بتلزق في الايد ولا اي حاجة خالص. هنبدأ بقى كده نفردها على السويس رول بشكل كده مستطيل علشان نعرف ان احنا كويس نلفها رول. خلاص زي ما انتوا شايفين كمان بفردها بايديا اهو، يعني بصوا ابسط الامور، سهله جدا جدا ومش تاخد معاكي اي وقت، ان شاء الله هتعجبك. بصوا حتى لما اتقطعت مني من النص كده عرفت ان انا الزقها تاني كده، جمعت كده الكيك عليها فلزقتها بكل سهوله. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا عملتها كده، خلاص اهو شكل مستطيل على قد الاسترتش عندي. بعد كده جبت هنا الكريم شانتيه، خلاص زي ما قلت لكم برده هو حط عليه الكاكاو والكريم شانتيه دوت. ممكن كمان تحطي بقى مكسرات في النص كده، او تحطي كريسبي اي حاجه لو انت حابه ان انت تحطي اي حاجه عندك جوه الكريم شانتيه، يبقى جوه السويس رول. شايفين بقى بلفه بكل سهوله ازاي، انا برفع الاسترتش بس كده الكيكه بتتني معايا بكل سهوله، شايفين سهله جدا. بعد كده هنا لما وصلت للنص ضغطت كده على السويس رول ضغطه بسيطه جدا علشان اجمع الكريم شانتيه من جوه، يطلع كده من الجناب من الجنب اليمين يعني ومن الجنب الشمال. وبعد كده هنا هكمل لف اهو للاخر. خلاص هقطع بقى هنا كده الاسترتش، قطعته وهبدا بقى كده الف بيه السويس رول بتاعنا، لان هو لازم يدخل الفريزر قبل ما نقطعه علشان هو بيبقى طري جدا، فلازم يبقى متماسك معاكي وانتي بتقطعيه. بعد هنا ما دخلته الفريزر طبعا هو اخد حوالي مثلا ساعة الا ربع او ساعة في الفريزر لحد ما يجمد معاكي على حسب درجة الفريزر بتاعتك طبعا. خلاص هنا شايفين هو متماسك ازاي بقى ونقدر ان احنا نقطعه بكل سهولة. جبت هنا كده سكينة اهو، وهاخد بس كده الطرف اليمين والجنب كمان اللي هو ناحية الشمال، هنقطعهم كده يعني حتة صغيرة ومش هنرميها طبعا، هتتاكل عادي يا جماعة والله. خلاص بس عشان يبقى شكل السويس رول متساوي معاكي من الجوانب، وكمان تعرفي وانتي بتقطعيه يبقى الشكل مظبوط معاكي كويس جدا. جبت بقى هنا كده الشوكولاتة النوتيلا بتاعتنا، وبدأت ان انا كده ادهن السويس رول بتاعنا من فوق وكمان الجوانب زي ما انتوا شايفين. ممكن كمان تسيحي شوكولاتة خام وتدلقيها كده على السويس رول بتاعك، تغرقيه كله بالشوكولاتة. ممكن كمان يبقى كريم شانتيه وتوزعيه كله كده من فوق بشكل متساوي طبعا، برضه هيبقى حلو جدا. يعني بصي ما توقفيش نفسك على اي مكون اللي عندك، اعمليه بالظبط وبصي هتبقى تطلع تحفة من ايدك، انا متأكدة، واحسن من اللي انا كمان بعمله. خلاص هنا بعد ما وزعت النوتيلا كويس جدا، انا طبعا مجهزه جنبي سكينه اللي هي مشرشره، خلاص علشان نعمل كده شكل بيها من فوق على السويس رول. خدت كده من فوق اهو، وهاخد كمان من الجوانب. مش لازم الخطوه ديت لو ما عندكيش السكينه ديت، بس يعني هي بتديله شكل كده حلو قوي، هوريكو شكله في النهايه تحفه. خلاص بصوا هنا كده بعد ما عملته هنبدأ بقى كده نقطعه، هنا كنت بوريكوا شكله
بس طبعا الاضاءة هنا ما كانتش مساعداني، فانا هاخده في الاخر بعد ما اقطعه وهوريه لكم تحت الاضاءة بيبقى شكله عامل ازاي ومظبوط جدا. خلاص هنا كده بدأت ان انا اقطعه، طبعا الحجم اللي انت عايزاه اقطعيه براحتك. بس كده خلاص انا قطعته، هبدأ بقى كده احطه في الطبق وده شكله في الاخر. اتمنى ان الثلاث وصفات النهارده يكونوا عجبوكم، وان كمان الوصفه بتاعه الكيكه تكون سهله ومقاديرها بسيطه جدا واقتصاديه، تقدري ان انت تعملي الكيك دي او اي نوع كيكه تانية انت عارفاه. ما تنسيش تعملي لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.